لو كان هذا المشهد في الغرب لطبلنا له وقلنا انظر قمة التواضع والبساطة، رغم أن الشخص الذي نشاهده هو صاحب المعالي. هي الجزائر الحديثة عندما تتجدد وتجعل من كفاءة أبنائها عملة تتداولها. زاولت دراستي كأي فتاة جزائرية بفضل التعليم المجاني المكرس في دساتير الجمهورية منذ الاستقلال. تدرجت في مختلف مراحل التدرس، وكنت في حالة انتداب عندما انتخبت في سنة 2012 كنائب من المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، والانتداب بتاعي دايوغ سوف ينتهي في أو يفسخ في نهاية العهدة التشريعية أي في ماي 2017. إذا كانت هذه الشوارع ولزقة تنبض بالحياة وتخفق فيها الأرواح، فترجمان آلامها وأحلامها هذا الصرح الذي قطع على نفسه الدفاع على كرامة المواطن، ويا لها من مسؤولية. إدراك هذا الحمل يعني إنكار الذات والذوبان في الآخر. مفهوم البرلمان لدي هو أستطيع القول أنه فضاء تشريعي يلتقي فيه نواب الشعب من مختلف الأطياف السياسية، خاصة منذ التعددية الحزبية. ومن المهام التي تقوم بها وزارة العلاقات مع البرلمان على مستوى غرفتي البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي مراقبة، هي الحضور والمشاركة في جلسات المناقشات العامة وكذلك الجلسات المغلقة، إضافة إلى جلسات الأسئلة الشفوية المكرسة دستورياً والتي تسمح للبرلمانيين بأداء مهامهم الرقابي. أنا يرافقني في مهامي مجموعة من إطارات وزارة العلاقات مع البرلمان والمنتمون إلى قسمي التشريع وقسم الرقابة، وفي آخر الجلسة يرفع تقرير مفصل حول مجريات الجلسة إلى السيد وزير الأول. أحاول أن ألتزم بما ينص عليه الدستور فيما يخص عدم احترام الفصل بين السلطات، حتى ولو أنني طرف في الحكومة، وبكون أني كنت عضو في البرلمان لمدة 4 سنوات هذه التجربة تسمح لي حاليا بالتزام الحياد والعمل على احترام صلاحيات كل طرف من الأطراف المختلفة التي أحاول التنسيق بينها. إنهم يدركون جسامة الصراع اليومي للمواطن في زمن اشتدت فيه مطالب الحياة. كل واحد من هؤلاء يعي جغرافيته وتاريخه، يذود على كرامة ممثله. معالي السيدة إيداليا تستمع لهؤلاء، وهؤلاء همزة وصل بين فئتين، ولو أنها تميل بحسها الإنساني إلى المواطن وأطوار حياته. كنت نائب قبل تقلدي منصب الوزيرة الذي أغتنم في هذا الإطار الفرصة لأسدي الشكر والثناء لفخامة رئيس الجمهورية الذي منحني ثقة لتقلدي هذا المنصب. فكوني كنت نائب، هذه التجربة ساعدتني كثير في التزام الحياد وفي حسن التعامل مع مختلف الأطراف، في التواصل والاتصال كذلك مع مختلف رؤساء الكتل البرلمانية المتواجدة على مستوى البرلمان، ومحاولة التنسيق والنجاح في التنسيق وتسهيل العمل بين هؤلاء وبين عمل الحكومة. تقول معالي الوزيرة إن المكاتب لو لم تكن مقراً للتواصل فإنها تحبذ الميدان وحميمية اللقاء الإنساني. نشاط معالي الوزيرة استمرار لمسار مهني طويل. عند تقلدنا المسؤولية على مستوى كالمستوى الذي أنا فيه، لا
ويمكننا أن نقول بأن أو نحكم على قطاع أنه أصعب من الآخر، لأن كل قطاعات هامة وكل قطاعات تلتزم الصرامة والعمل، وكوننا أعضاء في الحكومة نحن ملزمين بالنجاح في كل قطاعات. ما كاش قطاع أنا بالنسبة لي أهم من الآخر أو أصعب من الآخر أو أدنى أهمية من الآخر. كل المهام وكل القطاعات فيها جوانبها الصعبة التي لابد أن نتحلى بروح المسؤولية ونعمل على أن نتصدى الصعاب وأن نكون في مستوى كذلك المسؤولية التي نحن مقلدون بها. أنا نظن الممارسة التشريعية في بلادنا لازالت فتية، نتمنى أنه تكوين للنواب يكون خلال كذلك الفترة التشريعية نتاعهم يكون هناك تكوين، وكاين تكوين نتمنى أن يؤكد ويثرى هذا التكوين على محتوى المضامين حتى يمكن النائب بشعوره بالمسؤولية ويمكنه بأداء مهامه النيابية على أحسن وجه. قناعة السيدة إيداليا، الوزارة هي مسؤولية ممتدة من مسار نضالي طويل ونقطة تحول من تنفيذ مشاريع محدودة وراهنة إلى إنجاز مشروع حكومي كبير. لم يعد هناك ما يحجب العامل المتقن لعمله سوى كان ذلك من أجل الوصول إلى هدف خدمة الآخر أو ترسيخ مبدأ التعاون في إرساء قواعد الجمهورية المتعددة والمتجددة. ما الذي يتغير في الإنسان عندما يتولى المسؤولية معالي الوزير؟ المسؤولية، أبدأ بقول أن المسؤولية تشريف وتكليف، بالقول أن المسؤولية تكليف وليس تشريف، ولهذا ما يتغير في الإنسان أنه يصبح أكثر صرامة وأكثر يلتزم أكثر الرقابة على جدوله الزمني، على نشاطاته، على تصرفاته، على سلوكاته، على كل شيء يلزمه كل هذا، عمل جد كثيف على كل المستويات. ولأن ثقل المسؤولية لابد أن لا يجعله يخطئ، يحاول تفادي الأخطاء قدر ما استطاع، لأن الأخطاء لا تغفر. يحاسب نفسه أكثر من أي كان. أظن كان يجب من خلاصة تقربنا أكثر من شخص معالي الوزيرة، فلم نجد إلا زملائها. اسمها شباب وغريب en même temps. هي اول مره اللي نسمع يعني هذا الاسم. هي من ناحيه يعني العلاقات الشخصيه عندها انسانيه كبيره وتقبل الاخر، وبدون يعني واحد اللي تنجم تتناقش معاه مباشره بدون ما يكون يقول لك دي بارير. دونك هي دون غراند سامبليسيتي، عندها بساطة كبيرة جدا، وهذا اللي يسمح لنا بدون ما كنت نعرفها قبل ما ندخل للحكومة، أنا عرفتها في يعني في هذا المحيط، وأنا جد مسرورة بما أن نحس الجانب الإنساني، وعندها اللي يسمى اون ابروش لما تتكلم اون ابروش اللي تفضل هذا الجانب يعني الإنساني. وفيما خص يعني في الشغل أو في تنفيذ المهنة تاعها، أنا نظن باللي نقدروا أنا نحصرها في ان كاليفيكاتيف. أنا جو لا تروف تري كونسيونسيوز. لما يتطور خارج العلاقة العمل علاقة اللي هي علاقة الثقة ما بيننا، نظن هذا يحضر للمستقبل نجاح لكل الطقم يعني الحكومي، وهذا في خدمة المجتمع.
السيدة غنية على كل حال، ولات غنية عن كل تعريف بكفاءتها وبأخلاقها العالية، فتعتبر حلقة هامة جدا في العمل الحكومي فيما يخص علاقات الوزراء بالبرلمان بغرفته. الشيء الذي لا نقنع به لا يمكننا إقناع الآخر به، فأنا بصفة عامة كل ما أقوم به على قناعة تامة به، لو لم أكن قانعة بما أقوم به لا استقلت. نتعلم من هذه السيدة كيف يمكننا أن نكون في أعلى المناصب، وفي نفس الآن منصبنا وسيلة نخدم بها مواطنينا، ويصدق فيها قول أحدهم: تواضع كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع.